الحين السنه الجايه كلموك قال نبغاك مقدم معنا في البرنامج زي رصيدك، وش الفقره اللي تشوفها مناسبه للبحور بامانه يعني؟ مقدم انا اي لا بدون استهبال، خليك لو مره جدي، وش الفقره تشوفها مناسبه لك؟ زد خيرك. لا يا شيخ، لا يا شيخ، والله كل المشايخين يعتذرون معي، والله يا الوقف يجي بالسالم. كله يطول العمر. لا لكن كلمني والله جدي، ارسلوا على الحساب كذا وكذا، كلها الرسائل شيلات، ما في فلوس ما في. لكن جدي وش 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 شو اسمه الفقره اللي تشوفها مناسبه؟ والله يا شيخ انا بقول لك كلام علمي الان. الانسان بعضهم يبحث عن موهبته وبعضهم موهبته تبحث عنه. بعضهم دخل الانشاد وهو ما يعرف الانشاد وابدع سبحان الله. لا خله لي يا احمد. وبعضهم دخل مجال التجاره هذا طيب إيه وهو ماله في التجاره إيه. وبعضهم يعني انت انا في حاجات انا في حياتي إيه؟ ما عرفتها الا يوم عايش. طيب الحين اكلمك الحين، وش الفقره اللي تناسبك دخلتني في التجاره وما ادري وش هو والله انت اللي دخلنا في ذي انت الحين كلمني الحين، وش الفقره اللي تشوفها مناسبه؟ الفقره اللي تشوفها اشوفها مناسبه يعني ايش في فقرات يعني؟ وش في فقرات؟ عندك مثلا انه من إيه؟ عندك مثلا يا اخوي يعني ما لقيت مطبخ ما لقيت لي نفسيه. عندك مثلا المطبخ طيب تشوف انك مناسب فيه؟ كلها مناسبه، برامجها كلها مناسبه وناموس طيب وفخر الصيطرة. وفخر لنا نحن نكون السيطره. الله يرحم امك. ركز انا راجعني راسي. طيب انت خش الموضوع. طبعا الرجال ذا ترى معي من بعد البث قبل البث سوى. وش الفقره تشوف مناسبه له؟ كل فقره فيها سعاد السيطره، انا احس انه بيضرب الدنيا فوق تحت. أنت تدري إني في السيطرة يعني تدري قبل أدخل السيطرة تدري قبل اسمع تدري الشباب ذولا شوف النسخة هذه أنا راحن عليها تدري الشباب قبل أن ندخل السيطرة يعني يمسكوني على جنب شو يقولون يقول تكفى سعد ما نبغى يزعل علينا إي والله ما أعطي هنا يمكن إلا 11% من الطاقة لأنه بالأخير يعني سعد يبي يزعل نحبه ونغليه نعم أنت قلت بيروح عليه راحت عليك يا سعد السيطرة يقول الرجال أحب السيطرة طبعاً أنا أعتذر منه اسمع أعتذر منه اسمع عندي شيلة وهي قديمة يعني لها فترة عند الإعداد وكلمت الشباب ذاك اليوم قلت أنا أتشرف أني أدشنها في فقرتك وجيت أمس وجيت مبادرة من الإعداد أنهم شغلوها من دون ما أدري عرفت؟ وجت مبادره من الاعداد انهم شغلوا خليت ترى ما يسكر الله فانا يعني. اعتذر منه اني ما اوفيت بوعدي بس والله ايوه عرفت يعني الفقره اللي تشوفها السيطره مناسبه لك لا ما احب الرياضه ما احبها ليش ما تحبها؟ ما احبها بس عاد انت بتعد لك الفقره عد اعداد صحيح طيب مثلا قلها الخيمه في الخيمه وشي الديوانيه قصدي ممكن لا ما ابيها وش تبي انت؟ ما صحيح انا ما وصلت مرحله السلام عليكم لا ما وصلت السلام عندك انت وش عندك؟ السلام عليكم يعني وش يا اخوي قروش امي في السؤال اخوي وش خليني يا اخوي انا لا احسن التصرف في الاجابه على الاسئله النمطيه انا لا احسن التصرف خلاص يعني من الاخر جاش يعني ابو حور